Akum, Batal, Shams, Fes, Family, Maliri, Vidéo, Radio, Jdi, Jdi, Adnhar, Adnhar, Anwriwkom, Rizzo, Kifesh, Wadrek, Kifesh, Abdes, Wujedna, Ses, Birthday, Bajay, Djal, Pa, Bravo, birthday papa. قلم انوريكم الماكله برتو وغنوريكم لا ديكو اديكو قام هنا انا نبداو بالوصفه ديال البيتزا. هنايا عندي لاباط بيتزا اللي ديجا وجدتها كنت كنسمها بزاف بالاعشاب باش كتجي فيها اللوغو مزيون. خديتها وجلست كنطلق فيها مزيان بشويه بشويه من الوسط حتى الجوانب وانا غاده. وهنا خديت هذا السيركل نورمالمون ما غنستعملوش دابا، غنستعمل غير الدوره ديال الكاس حيت بغيتو ندير ميني بيتزا. كندوزو في السميده وعاد كنقطع به. خديت لي ميني بيتزا ديالي ودرتهم في واحد اللاطا باش غادي نبدا ندير لا فارس. هنا ندير لا صوص طوماط، ندير لي شامبينيون، الثوم والفلفل مقطع والزيتون. غادي نبدا باللول بلا صوص طوماط اللي ديجا عندي موجده، ما وجدتهاش في الدار وكنمشي كنعملها على الدائره كامله. ودابا غادي نعمل فلفله وغادي ندير شامبينيون والثوم والزيتون كاملين هكا غادي نكملو بهذه الطريقه. منين غنسالي بلا فارس كامله كندخلو من الفرن على درجه ديال 210 وكنعملو من التحت في الاول حتى كيتنفخو وعاوتاني كنطلعو من الفوق. منين كطيب البيتزا ديالي كنزيد لها موتزاريلا. وهكذا انا قدمت الميني بيتزا ديالي. دابا غادي ندوزو للوصفه الثانيه اللي هما القنينطين. خديت المقله ديالي قطعت واحد البصله زدت عليها قزبر مقطع، حامض مسرقد قطعته قطع صغيره مع شويه ديال الثومه، تحميره، الكمون، سكينجبير، شويه ديال الابزار وزدت عليه الزيت باش غادي نشحرهم مزيان. وكنضيف لهم حتى صوص الصوجا حيت كتزيد النكهه ديالها غزاله في الحشوه ديال الحوت. هنا زدت لهم وريقه سيدنا موسى وخليتها كتشحر مزيان. من بعد خديت سبادون الحوت سبادون قطعته القطع وضفته للحشو لاصوص ديالي. كنخليه كيطيب مزيان واحد شويه، دخل فيه ديك لاصوص وكنزيد عليه لي كريفيت ديالي صغيورين. ضفت ديجا الزيتون مقطع وخديت لي شامبينيون نوار كنزيدهم على الخليط ديالي. وهنا عندنا الشعريه الصينيه اللي قطعتها ديجا لقطع صغيره كنزيدها على المكونات ديالنا. وما نساوش الحامض، عصير الحامض كيجي غزال 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 فهاد الشرموله. ونزيد واحد شويه ديال الهريسه. هنا ضفت الفرماج باش نجمع لا فارس ديالي كامله حيت صافي وجدات كيجيو ولدادين كيشهيو. وهنا غنوجدو بسيتلات. في الطنجره ديالي قطعت ثلاثه ديال البصلات زدت عليهم الزيت ديال الزيتون. كناخذ شويه ديال سكينجبير وشويه ديال الابزار، سكينجبير بزايد حيت الدجاج كيبغي سكينجبير. كندير معاه الخرقوم وكنزيد الزعفران ملون غذائي. وبطبيعه الحال ما نساوش القرفه، واحد المعلقه ديال العسل والثومه. كنضيف الدجاج ديالي والقزبر ومعدنوس مقطعين قطع صغيره. بعد ما طاب لي الدجاج كنزولو من الطنجره وكنخلي المريقه ديالي كتضغمر حتى كتنشف ومع التحريك ضروري باش ما كتلصقش. كنزيد لها كناخذ اربعه ديال البيضات كنضربهم مزيان وكنبقى نضيفهم وانا كنخلط بشويه بشويه
باش ما كيتبقاليش البيوضيات طراف ديال البيض ما كيغلبونيش، حتى كنساليها كامله. وخاصة حتى كتنشف لي نهائيا، كترجع منسجمه. النتيجة كتكون هكا، كتكون ناشفة باش ما كتفزقناش بسطيلة. وهنا الدجاج ديالي ملي قطعته شنتفته، خليت لوز مهرمش، زدت عليه ماء زهر، سكر كلاصي والقرفة. كناخد الورقة وكندهنها بالزبدة وكنبدا نشكل بسيطلاتي ديالي بهذه الطريقة. انا كنطوي وانا كندهن بالزبده. انا قدمتهم بهذه الطريقه، ذوقت نص بالقرفه وسكر كلاصي ونص بالعسل ولا زاموند افيلي. دابا ندوزو لي كرواسون. بالنسبه للحشوه ديال الكرواسون، كناخذ البصله والزيت كنخليهم يتشحروا، كنزيد لها الابزار، سكينجبير، لا موتارد جوج معالق كبار تقريبا، و لا صوص سوجا. كنقوم بالاضافه ديال لي كروفيت، كنخلط المزيج كامل، وهكا كنحصلوا على الحشوه ديالنا لي كرواسون. لاباط فيتي اللي حضرتها من قبل، وكنقوم بالتقطيع بهذه الطريقه باش كنشكل لي كرواسون ديالي. ملي كنشكلهم كندهنهم بالبيض وكنزوقهم باش ما بغيت سوا سانوج، زنجلان ولا حبه ديال الشيا، دخلوا من الفران. ملي وجدوا تحمروا جاوا بهذه الطريقه، جاوا مزيونين. غنوجدوا لي كورني اونصومبل بنفس لاباط فيتي اللي خدمت بها لي كرواسون، غنعاود نشكل بها دي كورني اللي غنعمرهم بالدجاج ولا كريم فريش والفرماج. بهذه الطريقه كنعمرهم وكنزيد لهم الفرماج من الفوق للتزيين. بعد ما سالينا اخر حاجه في المالح، ندوزو الكاتو دانيفرسار. بوغ لو كاتو ديالي عندي لا جينواز اللي ديجا واجده، كناخذها كناخذ كل طبقه وكنسقيها بان سيرو ديال الشوكولا. ومن بعد عندي هنا دو كريم اللي باش خدمت وحده بون كريم شوكولا اي اون كريم بور سالي. كنمشي هكا كيطاج باغ ايطاج. كنقوم بتغليف الكاتو بالكاناش هكا على الجوانب والفوق. الفوق راه قلبته، بديت بيه وقلبته عملته من التحت باش كيجيوني الحواف ماجين. هنا غنبدا نغلفو بلا باتا سوكر اللي خدمت بها، خدمت نوار حيت غيكون نوار دوري. قطعت واحد لا بارتي وعاودت عملت لا الكاناش ودخلت للثلاجه. هنايا عندي السكر ديالي اللي صايبته، كنقطعو الحباب صغيره كوم دي بيير حجر اللي غادي نزوق به. قمت بالصباغه ديالو بالدوغي، وهذا الشكل النهائي ديال الكاطو. شكلت لي بوليت ديال بوب كيك، غطيتهم بالشوكولا. هنايا غادي نزوقهم بورق الذهب هكا بهذه الطريقه، غنلصقهم بعد ما صبغتو. هادو سي لي ماغنوم، ما لقيتش المول وانا نكتفي صوبتهم بهذه الطريقه. وغنختموا الفيديو ديالنا بلي كاب كيك.